بس ما بيجاوبك بسرعه بده تدريب. هذا بيكون نقص تدريب تعويض، نقص تدريب. انا متاكد هيك يعني انه في الحاله اللي انت ذكرتيها بالوصف اللي انت وصفتيه بيكون عباره عن مجرد تعويض او تدريب. ترى الذهن والمهارات كلياتها كلها مربوطه بالتدريب. قد ما بتدربي يعني افرضي واحد دربته بشكل اساسي انه يقوي عضلات جسده العليا، اجريه ما بتقوين. هاي نفس الفكره يعني قريبه منها. هو قاعد بيجري عمليات على اعداد كبيره، لما بتساله سؤال بسيط لانه هو ذهنه مش متعود عليه بجاوبك، لكن باخذ وقت. هو الاصل انه انت بتفترض انه هو يجاوبك بدون ما يفكر. بده تدريب بس. اذا التدريب البسيط ما زبط من جدول له تدريب، وبننوع في التدريب وبنباعد الفترات عشان يتقنه. طيب في عندك هون العمليات الحسابيه، طبعا لازم يعرفها ويعرف خصائص العمليات الحسابيه، لازم يعرف مهارات الترجمه من الصوره الاخرى حكيناها، مهارات حساب المحيط، المساحه، الحجم، الوزن، تقدير الاطوال، تقدير المسافات، تقدير الوزن، تقدير الحجم، مهارات القياس واستخدام ادوات القياس، مهارات حسيه متمثله في استخدام الادوات الهندسيه. متى يبدا الطالب باستخدام الادوات الهندسيه؟ الطفل متى بنعلمه على الادوات الهندسيه؟ اي صف؟ بيبدا بالمسطره والمثلث القائم بصف ثالث. متى بيبدا يستخدم الفلجار؟ خامس او سادس. ليش؟ بتكون مهارات ايديه لسه ما تمكنت انه يمسك الفلجار ويلفه، يعني حتى يتغلب مع خامس بصير يلف الدفتر. مثلا فهذا معناته هاي مهاره بالنسبه للطفل ولو انها مبينه بسيطه الا انها مش سهله. مهارات متعلقه باستخدام الاله الرسمه والبرمجيات الحاسوبيه، هاي صارت من المهارات الجديده مع دخول التكنولوجيا. هاي صراحه حتى المعلمين لازم يتعلموها مش بس الطلبه، لانه اليوم صار في عندنا ادوات تكنولوجيه بتساعد كثير على التعلم بدون ما نقعد نحكي. الان ما هي استراتيجيات تدريس المهارات؟ خلينا نمر بسرعه وبعدين نعرض امثله على كل اللي بنحكيه. هذا النظر اللي بنحكيه. في عندنا استراتيجيه بسموها استراتيجيه الاجزاء، والاستراتيجيه الثانيه اسمها استراتيجيه الكل. خلينا نبدا بالكل. انا لو اجي بدي ادرس مهاره رسم دائره باستخدام الفلجار لانها مهاره سهله ببساطه، انا بقدر اعلمه انه حط القلم بالفلجار، ثبت، دور، انتهت. كلمه الكل يعني الاستاذ بيعرض المهاره كامله امام التلاميذ ثم يطلب من الطلبه تنفيذها. وصلت؟ إذا كانت المهارة مركبة صعبة، يعني مثلا لو أجي أقول للطلاب بدنا نعمل قسمة طويلة عدد مكون من 6 منازل على عدد مكون من منزلة واحدة، خلينا نأخذ مثال 7 6 5 765275، بدي أقسمها على 5. أنا بدي أعلم الطلاب القسمة هاي. الآن كلمة أعرض كل معناته أحل المسألة كاملة أمام الطلاب. طيب هاي لو أنت تعرض المسألة هاي كلها تحلها كاملة، الخوارزمية كلها تعرضها قدام الطلاب، شو بصير فيهم الطلاب؟ بيضيعوا. معناته أنا مضطر أستخدم استراتيجية الأجزاء. كيف؟ بجزئ. بقول أنا راح أقسم هذا العدد، شو هو هذا الرقم اللي هون؟ شو قيمته المنزلية؟ هذا ايش؟ 700 ألف. إذا احنا هيك طلع كيف؟ بتعلمهم هيك، سنقسم 700 ألف على 5. كيف بنقول له 700 ألف تقسيم 5؟ بنقول له الخمسة ضرب كم؟ بتعطي 7. شوف الخطوة الأولى، استذكار من حقائق الضرب. 5 ضرب كم؟ بتعطي 7. الجواب لا، ما فيش. 5 ضرب ايش بيعطي 7؟ ما فيش، فيش عدد طبيعي، لما اضربه في 5 بيعطي 7. لعد شو بنقول له؟ بنقول له اعطيني عدد اضربه في 5 يعطي 7 او اقل من 7. شوف هذا اسمه خوارزمية قاعد بشر. رقم 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 رقم. بنصير نجزئ هيك، وحتى جزء من المهارة انك تعلميه يعمل المنازل زي هيك. عشان ما يتلخبط، ويعرف وين وصل. يلا، بنقول 5 ضرب 1
إذا أول خطوة عملتها اقسم. اقسم. هاي رقم واحد. رقم اثنين. بعد ما تكتب الناتج فوق شو بنسوي؟ نضرب. اضرب. واحد في خمسة خمسة. الخطوة اللي وراها اطرح. اثنين. طب سؤال ليش بنطرح؟ لأنه عشان في باقي لأنه هو باقي. ليش ما نجمع؟ بيكبر العدد. لأنه لو رجعنا لأصل القسمة طرح. توزيع. أنا فكرت إنه على أساس إنه الرقم طلع عندي خمسة. لا ما هو شغلة مش مزاجية. يعني عفوا احكي لك شغله، انا مدرس بالكويت كان في طلاب يقول مين مدريك انه انت بتحكي صح، بلكي بتحكي غلط انت. اذا احنا لازم نرجع للاصل تاعها، اصل القسمه توزيع او انها طرح متكرر. فاذا احنا بنطرح هنا يلا نزل السته، اذا الخطوه الرابعه كانت نزل المنزله التاليه، منزله التاليه. الان ايش اللي بنعمله هون بعد ما نخلص؟ هاي هي الخوارزميه تبعتي، اربع خطوات. الآن هاي كم مرة راح تتكرر؟ حسب ما ينتهي العدد. إذا 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 شرحت هذا الجزء وقفت عنده، الآن بتخلي الطلاب ينفذوه، ترجع مرة ثانية شو بتقول لهم؟ يلا بننفذ الجزء الثاني. شو الجزء الثاني؟ إن نقسم 26 تقسيم 5 ونعيد نفس الخطوات. إذا شرحتها بهذا التجزئ بتكون أنت استخدمت استراتيجية الأجزاء، استراتيجية الأجزاء. طيب ننتقل على النقطة اللي وراها، خطوات تدريس المهارة الرياضية. هاي مهمة جدا، هاي دائما بنسأل عنها، ما هي خطوات تدريس المهارة الرياضية؟ هيا تري. واحد اثنين ثلاث أربعة. واحد اثنين ثلاث أربعة. قدم المهارة. بتوقع هاي ما بدي شرح، صلنا ساعة بنقدم مهارات. بعدين فسر المهارة. حكينا عن تفسير ولا ما حكينا؟ ليش هاي اجت من هون؟ ليش بديت من هون؟ ليش بتنزل صفر هون؟ ها؟ برر. يعني هون بيعطي زي برهان، زي اثبات، زي تفسير، سبب ليش هذا صحيح. بعدين من دربه هذا التدريب بتحطوا عليه 100 علامة استفهام. هو هذا هو المهارة بحاجة لوقت، ليس مجرد عرض المهارة أو تقديم المهارة للطلبة إنه الطلبة تعلموها. كثير مدرسين بيقول لك ما أنا قلت لهم هيك، أنا عارف قلت لهم، أنت دربتهم على هيك؟ ما دربتهم على هيك، معناته أنت ما علمتهم المهارة. عشان هيك في لازم يكون في تمارين كثيرة منوعة اللي تساعد الطالب على إيش. طيب الأنشطة المتضمنة في نموذج بل العرض المباشر، هو طبعا هو بيتكلم عن انه كيف ندمج تدريس المهارات مع نموذج بل العرض المباشر. شو بيحكي هون؟ مناقشة أهداف التدريس، تسمية المهارة، تنمية مهارة من خلال الأمثلة، عرض المهارة من خلال المزيد من الأمثلة، ممارسة الممارسة الذاتية للطلبة. هاتبوها، حطوا 100 خط عليها هاي. الممارسة الذاتية للطلبة، مش تظلك انت اللي تحل. اذا انت حليت طلاب ما تعلموا شيء، لازم هم يمارسوا. التدريب الفردي هذا اللي هو الذاتي في البيت، مش بس تدريب بشكل جماعي او داخل الصف وفقط، لازم يروح على البيت ويتدرب فردي لحاله، لانه بجوز هو مع المجموعه كويس بس لما يروح على البيت بيفقد شيء، فبنعرف شو اللي فقده. اللي بعديها تقويم. هاي مهمة جدا. هل مجرد اني انا اقول للطلاب هاي المهارة هيك ودربهم عليها واقعد اتفرج عليهم وما اقوم؟ ما بزبط، لازم اتأكد انه الطلاب اتقنوا هذه المهارة حتى اقدر انتقل على المهارة التي تليها، على المهارة اللي تليها. طيب ننتقل على النقطة اللي وراها، التدريب الفعال. التدريب الفعال هو الوسيلة الرئيسية لتعلم المهارات واكتسابها. ليكون فعالا يجب أخذ معنا الاعتبار كيف نجعل التدريب فعالا. نعزز
إيجابي وسلبي. أحسنت، ممتاز، كويس، بطل، يلا كمان هاي، سوي لي كمان هاي. خصوصا الأطفال إذا شعرت أنه مل ما تضغطوا كثير، في نفس الوقت لا تتركوا يعني تعملوا، لا بدك يا يشتغل أنت، لكن لأنه طفل طبيعته ما بتحمل، فبدك تعطيه حوافز. بس تخلص نطلع على الحديقة، واشتي لك مش عارف إيش، بطلعك على كذا، بجيب لك كذا، بخليك تلعب على الكمبيوتر نص ساعة، بخليك تفوت على الفيسبوك، أعطيه إشي بحبه. نفس الشيء السلبي ترى، إذا ما بده عاند بصير نوع من العقوبة عليه، طبعا مش عقوبة جسدية، هاي تبهو جدا هنا، نرجع مرة ثانية في التعزيز الإيجابي والسلبي. أنت وأنت بتعلم، وأنت بتعلم أوعك تمد إيدك على طالب، ابنك، أخوك، أختك في المدرسة، مش لأنه ممنوع الضرب، لأنه الطالب بسكر مخه نهائيا بعدين معاك، ببطل يستوعبك، بطل يسمع ولا كلمة من اللي بتحكيه، بكرهك. وهذا حقيقة، وديروا بالكم منها. بنميز بين العقاب للسلوك، واحد بتنطط مشاغب مش عارف إيش بسب على أولاد كذا، وبين أنا قاعد بدرس فيه. لذلك المدرس لازم يكون شايل المرارة وباله واسع. انت بدك تدرس هيك التدريس، انت عصبي مش عصبي هذا موضوع ثاني. يعني تخيل حالك وانت قاعد بتدرس في الطفل او طالب، مش حتى لو كبير، يعني تفكروش حتى انتو مش كبار هسه وما شاء الله عنكم الامهات واللي ارباب عمل واللي كذا، افرض ان انت جيت عندي وجيت بدي اشرح لك مسألة الرياضيات وعصبت عليك او صيحت